النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. تحدث الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا في الاجتماع الذي عقد في مدينة زيورخ السويسرية لغاية حل مسألة التحديات التي تعيشها كرة القدم في فلسطين إزاء المعيقات الإسرائيلية والتي تحول دون تطورها. وقال الأمير علي: الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على آلية عمل واضحة يتم من خلالها حل كافة القضايا المتعلقة بكرة القدم وإزالة العراقيل التي يضعها الاحتلال والتي تحول دون تطور كرة القدم الفلسطينية وبما يكفل الحقوق للجميع. أعلن بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا أن لاعب الوسط خافي مارتينز خضع لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في أعلى الفخذ. وقال بايرن بموقعه على الإنترنت: كانت الجراحة ضرورية لأن مارتينز كان يشكو من آلام في العضلة الضامة. وأضاف: لن يستطيع المدرب بيب غوارديولا الاستعانة باللاعب خلال الأسابيع المقبلة. أعرب سيرجيو راموس وألفارو أربيلو وإيسكو نجوم ريال مدريد الإسباني عن أسفهم لرحيل لاعب الوسط الألماني الدولي مسعود أوزيل وانتقاله إلى أرسنال الإنجليزي، واصفين الأمر بأنه خسارة كبيرة للفريق. وقال راموس: أوزيل شريك مختلف بالنسبة لي عن أي شخص آخر، إنه صديق تربطني به علاقة جيدة للغاية، أشعر بالأسف لرحيله لأنه لاعب استثنائي. تأكد غياب المهاجم الألماني الدولي لوكاس بودولسكي عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر. وقال بودولسكي نجم أرسنال الإنجليزي: سأغيب عن الملاعب لفترة طويلة تقترب من 3 شهور. أخيراً، كشفت بعض التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة قررت الاحتفاظ بلاعب خط وسط الفريق الإسباني إسحاق كوينكا والهولندي إبراهيم أفيلاي، ويتعافى اللاعبان حالياً من الإصابة، حيث خضع أفيلاي مؤخراً لعملية جراحية ستبعده لعدة أشهر، في حين خضع كوينكا لعملية على مستوى الركبة الشهر الماضي وقد يعود في غضون عدة أسابيع. نهاية النشرة الرياضية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.